بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نعرف كيف يمكن قراءة ملفات CSV. CSV files، كلمة CSV stands for بترمز لي كوما separated values، يعني معناها القيم المفصولة بعلامة الفاصلة. هنعرف إزاي أولا نكون ملف CSV. حضرتك بتفتح ملف الإكسل على سبيل المثال وبتكتب البيانات عندك. هنا بكتب عناوين الحقول عندي أو عناوين الأعمدة، مثلا الإندكس عندي هنا اللي هو الفهرس، والكاستمر على سبيل المثال اللي هو العميل أو الزبون، ده الكاستمر اي دي، وده الفيرست نيم الاسم الأول للعميل، واللاست نيم بتكتب الأسماء في الأعمدة، والكمباني والسيتي وكانتري والفون 1 رقم الجوال والفون 2 والإيميل الخاص بالعميل، وهنا بنضع السبسكريبشن ديت تاريخ الاشتراك عندنا في الخدمة، مثلا الويب سايت الموقع الخاص بالعميل. طبعا البيانات دي مكتوبة هنا في برنامج الإكسل على هيئة أعمدة و على هيئة صفوف. عايز احول الملف ده CSV بمنتهى السهولة، بنيجي هنا على قائمة فايل وبنختار هنا Save As، ونضع مثلا هذا الملف على الديسكتوب، وبنضع هنا اسم الملف مثلا على سبيل المثال Customers، وبنختار هنا من انواع التنسيقات او انواع الحفظ اللي انا هحفظ فيه اللي هو Save As Type هنا، وبنختار هنا CSV كوما ديليميتد اللي هو هذا الاختيار، وبعدين اختار سيف. وطبعا بيقول لي الملف ده عندك ملف سابق هنا على سطح المكتب اسمه كاستمرز، ما فيش مشكله. Do you want to replace it؟ هل تريد استبداله؟ اختار يس. هنا يحفظ هذا الملف هنا على سطح المكتب باسم كاستمرز. طيب انا عايز اقرا هذا الملف وهو موجود على سطح المكتب. طبعا يوجد عدة طرق لكي أقرأ هذا الملف. ممكن أقرأه من الباس بتاعه، من المسار اللي هو فيه حاليا، وممكن أخذ الملف ده وأضعه في مسار البرنامج هنا، يعني ممكن أخذه هنا وأقرأه من هنا، وممكن أقرأه من مكانه زي ما هو كده كما هو. ممكن أخذ الملف ده مثلا وأضعه في أي بارتيشن تاني، يعني ممكن أضعه في البارتيشن C أو البارتيشن D أو اي ديسك، واعرف المسار واعمل له فولدر، المهم ايا كان هذا المسار. طيب انا عايز اقراه في مساره الحالي اللي هو موجود على سطح المكتب. ازاي نقراه؟ نشوف دلوقتي. اول حاجة بنثبت مكتبة باندا، بنفتح هنا تيرمينال وبنكتب الامر التالي، بنكتب هنا pip install pandas ونضغط مفتاح الادخال انتر لكي يتم تثبيت هذه المكتبة. قال لي هنا requirement already satisfied، أي أن هذا المطلوب تم تثبيته في جلسة عمل سابقة. أغلق نافذة terminal وأبدأ هنا أستورد مكتبة باندا، بكتب هنا import pandas وأعطاه هنا alias name as bd، وبعدين أنشئ متغير هنا أحفظ فيه القيم أو values الخاصة بالملف اللي أنا هقراه. مثلا اكتب df اختصار داتا فريم يساوي، واستخدم الاسم المستعار لبانداز اللي هو bd دوت، واختار هنا الميثود read csv وافتح الاقواس واضع دبل كودز او سنجل كودز، واكتب هنا اسم الملف. اسم الملف عندي هنا، نروح نشوف اسم الملف عندي اسمه customers، يبقى اخد اسم الملف هنا واكتبه، اكتب هنا customers والامتداد دوت csv يعني كوما سيبريتد فاليو، يعني قيم مفصوله بعلامه الفاصل. طبعا لو جه يقرا هنا اسم هذا الملف لن يجده. ليه؟ لان الملف ليس موجود هنا في المجلد الخاص بالمشروع، لا ده الملف ده ملف خارج المشروع، خارج مسار المشروع، يبقى لازم اجيب المسار اللي هنا. ازاي؟ بضغط هنا كليك يمين واختار هنا Properties خواص، وبيدين هنا اللوكيشن، باخد اللوكيشن هنا بعمل له سيلكتنج، وبعدين رايت كليك يمين واختار كوبي نسخ، بينسخ اللوكيشن
اللي موجود داخله هذا الملف ايا كان هذا اللوكيشن، هو موجود حاليا على الديسكتوب، واروح على الكود واجي بعد الدبل كودز هنا مباشرة واختار بيست. هنا وضع لي المسار، لكن المسار هنا ديسكتوب دخل على customers.csv، افصل ما بينهم بباك سلاش، اضع الباك سلاش. طبعا هنا لو حب يقرا هذا الملف هيديني ايرور، بقول له هنا ان ده رو تكست، اضع هنا المعامل ار، هنا بيعرفه ان المسار ده كله رو تكست. وبعدين عايز اطبع هذا الملف لكي اعين النتيجه، بكتب هنا برينت واكتب دي اف ونضغط ران. هنا طبع لي البيانات الموجودة في الملف، طبعا البيانات موجودة كتير جدا، فعلشان الأعمدة كتير فكتب لي هنا دوت، يعني مثلا كتب لي الاندكس اللي هو الفارس الموجود داخل الملف والكاستمر اي دي وباقي الأعمدة، اداني هنا نقط وسبسكريبشن ديت، واداني هنا الويب سايتس. طبعا النقاط دي معناها مازال هناك عديد من الأعمدة، وكتب لي هنا لحد السطر رقم 99 اللي هو السطر رقم 100، لكن الاندكس الخاص به هو رقم 99. قال لي هنا 100 روز في 12 كولمز، يعني هم 100 صف من البيانات في 12 كولمز اللي احنا عايزينه. طبعا هنا ازاي نقرا ملف سي اس في حسب المسار الموجود عليه، وهنا المسار الموجود هنا عليه الديسكتوب. طيب في طريقه تانية ممكن نقرا بها؟ ايوه، ممكن لو حضرتك مش عايز تستخدم الار اللي هي روتك رو سترينج، فبنحذفها وممكن تضع هنا مع كل باك سلاج تضع معاها باك سلاج، تكون دبل باك سلاج، واضع هنا ايضا باك سلاج واضع هنا باك سلاج، لكن هذه الطريقه لا انصح بها. يبقى دي بضع هنا بدل ما تكون سنجل باك سلاج اخليها دبل باك سلاج واضغط ران. هنا هيديني نفس النتيجة اللي انا حصلت عليها المرة اللي فاتت، لكن هذه المرة انا استخدمت الدبل باك سلاج ولم استخدم الرو سترينج اللي هو المعامل اللي انا كنت بستخدمه هنا. طيب افرض ان انا مثلا عايز الكاستمر اي دي، العمود الخاص بالكاستمر اي دي فقط، ممكن؟ اه ممكن. باخد كاستمر اي دي هنا واعمل هنا دبل سكوير براكتس، واضع هنا دبل كودز او سنجل كودز، واضع اسم الفيلد اللي انا عايزه، انا عايز الفيلد الحقل الخاص بالكاستمر اي دي فقط، واضغط هنا ران، هيجيب لي بيانات الكاستمر اي دي فقط. طب افرض ان انا عايز مثلا الفيرست نيم، الاسم الاول للعميل، هنا نكتب الفيرست نيم. طبعا الاسم الحقل ده لازم يكون موجود عندي في القاعده، نضغط هنا ران. هنا اداني ايرور لان ممكن اكون كتبت الفيرست نيم، ارجع اشوف الفيرست نيم هنا صيغه المكتوب بها ازاي. هنا مكتوب لي فيرست نيم، مكتوبه هنا الاف كابيتال والنيم كابيتال، اكتبها زي ما هي، يبقى بلتزم هنا اكتب الفيرست نيم زي ما هو كده واكتب فيرست نيم ورن، اداني هنا الفيرست نيم الاسم الاول. طب افرض ان انا عايز معاه كمان اللاست نيم، اخد هنا الفيرست نيم ده الحقل الاولاني كوبي، واروح اكتب كوما واكتب الحقل الثاني اللي انا عايزه بدل فيرست نيم، اقول له هات لي اللاست نيم واضغط ران، جاب لي هنا الفيرست نيم واللاست نيم لل100 سجل. طيب عايز مثلا اسم الكومباني، اخد هنا كوما و اكتب هنا بين دبل كودز مثلا الكمباني اسم الشركه ونضغط ران، هنا جاب لي الفيرست نيم واللاست نيم والكمباني. وممكن اجيب اي اعمده زي الفون وان، زي الايميل، زي الويب سايت، كل ده ممكن اجيبه. طيب افرض ان انا عايز البيانات كلها، الاعمده كلها، امسح الدبل سكوير براكتس ويجيب لي البيانات كلها تاني. طيب افرض ان انا عايز التوب 5 روز اللي هم الخمس صفوف الاعلى، اجي هنا على دي اف واكتب هنا هيد،
ونضغط ران، هيجيب لي اول 5 صفوف هنا. طب عايز اول 10، يبقى بقول له هنا هيد 10، يعني هات لي اول 10 صفوف، يجيب لي هنا اول 10 صفوف. طيب افرض ان انا عايز مثلا صف محدد، امسح هيد هنا واطلب منه صف محدد، فاكتب هنا دوت واختار هنا انجر لوكيشن، يعني اي لوك، يعني اختصار لكلمه انجر لوكيشن، لان اللوكيشن بيبقى رقم صحيح. ونضع سكوير براكتس ونقول له مثلا هات لي الصف رقم 9. هنا الاندكس هيجيب، هو طبعا هو عباره عن في حقيقته هو الصف رقم 10، لكن الاندكس هنا 9. نضغط ران، هنا يجيب لي بيانات الصف رقم 9 اللي هو الاندكس 9، لكن هو في حقيقته هو الاندكس في الاصل 10، ده الصف رقم 10، لكن الاندكس اللي انا بستدعيه به في القاعده عندي 9. طب افرض انا عايز من عند 9 لحد مثلا 45، يبقى نضع هنا كله ونكتب هنا 45 او 46 على حسب ما انت عايز. بنقول له هات لي مثلا البيانات من عند 9 لحد 45. طبعا هنا 9 ده الاندكس يعتبر الخاص بالصف رقم 10، و 45 ده يعتبر الاندكس الخاص بالصف رقم 46. نضغط هنا ران، يجيب لي هنا البيانات من الاندكس 9 اللي هو عبارة عن الصف 10 في القاعدة الأساسية الحقيقية، حتى آخر سجل عندي وهو السجل رقم كام 44، الاندكس بتاعه 44، لكن هو يعتبر السجل رقم 45 ريكورد او الرو. وطبعا هنا بيديني البيانات هنا واعطاني هنا نقاط، النقاط دي معناها ما زال هناك المزيد من الاعمده. ده كان بالنسبه لقراءه ملف سي اس في ايا كان موقعه، ايا كان موقعه. يبقى نحب ناكد، لو عايز تجيب المسار لهذا الملف، افرض ان انا مثلا خدت الملف كاستمرز ده وديته في مكان تاني، اعمل هنا كوبي واخد الملف اللي هو سي اس في ده واروح مثلا لهذا الجهاز واروح مثلا للسي واعمل هنا بارتيشن جديد هنا فولدر واقول دي ماي فايلز ملفاتي، واضغط انتر وادخل هنا داخل المجلد واعمل بيست، وضع الملف هنا داخل ماي فايلز. اعمل ايه؟ عايز اخد المسار اللي هي طريقتين، اجي على الملف ده واعمل رايت كليك واختار بروبرتيز، اجد هنا عندي اسم الفولدر او اسم المسار هنا سي كولو باك سلاش ماي فايلز، اخده من هنا كده كوبي واروح هنا لمحرر الاكواد عندي ايا كان محرر الاكواد، واروح بعد الدبل كودز لحد اسم الملف واعمل رايت كليك واختار بيست، وما انساش ان انا اضع هنا باك سلاش واضع هنا المعامل ار، يبدا يقرا هنا اسم الملف. نضغط ران، ارى ليا هنا الملف عادي جدا. وطبعا اقول له هات لي كل الروز، احذف دي ونضغط ران، هنا يجيب لي كل الصفوف ويقرا الملف عادي جدا من اي مكان. ممكن انك تعمل الدبل كليك هنا تجد ايضا اسم الفهرس هنا، تعمل كوبي نسخ وايضا تروح لمحرر اكواد وتكرر نفس الخطوات، بتضع هنا اسم المسار بيست، يضع لك اسم المسار ويقرا عادي جدا. دي طريقه، لكن الطريقه الافضل ايا كنت في اي مكان بتروح لاسم الملف وتاخد كليك يمين وتروح لبروبرتيز خواص، بتجد عندك هنا المسار، بتنسخ المسار ده، بتنسخ اسم هذا المسار وبتختار كوبي نسخ وبتضع هنا المسار عندك هنا قبل اسم الملف كده زي ما انت شايف باست، لان فيه ناس كتير يعني موضوع الباس عندهم المسار الخاص بالملف او قاعدة البيانات بيعمل له مشكلة شوية. لا ما فيش اي مشكلة، بتضعه وبتضع هنا المعامل ار، بتعرفه انه كل ده رو سترينج، ان ده نص رو، نص خام، نص زي ما هو، نص صافي كده بيور تكست. بس ده كان بالنسبه لقراءه ملف سي اس في.
من مسار خارجي. طيب هل في طريقة أخرى ممكن نقرأ بيها الملف ده بطريقة مباشرة؟ أيوة ممكن، إن أنا ممكن أجيب الملف ده اللي هو كاستمرز وأعمل هنا كوبي نسخ، وأروح لمحرر أكواد بايثون تشارم وأفتح المجلد الخاص بالمشروع اللي هو الكارنت باس ده، وأجي هنا كليك يمين وأختار هنا بيست. بيقول لي هنا أنسخ الملف كاستمرز دوت سي اس في داخل مسار المشروع الحالي اللي هو ده، أقول له أيوة. ممكن أغير الاسم من هنا عادي واختار هنا اوكي، بيضع لي هنا اسم الملف اهو كاستمرز دوت سي اس في، وفتح لي الملف عادي هنا داخل محرر الاكواد البايثون تشارم. هنا بقى انا مش مضطر ان انا اكتب اسم المسار، امال اعمل ايه؟ الغي ار واكتب اسم الملف مباشر فقط، واكتب هنا اسم الملف زي ما احنا شايفين بس كده، اسم الملف مباشر بدون مسار، ونضغط هنا رن. هيقرأ الملف عادي جدا وبيقراه بسرعة. ليه؟ لأن الملف هنا موجود عندي بجانب الملف التنفيذي اللي أنا شغال فيه، لأن ده ملف المين دوت بايثون اللي أنا بكتب فيه الكود، وده الملف اللي موجود معايا هنا اللي هو الملف ده. ممكن عادي أقراه بشكل مباشر، ما فيش أي مشكلة. دي طريقة تانية إن أنا أقرأ الملف من داخل المشروع أو داخل مسار حل المشروع بدون كتابة المسار الباس هنا. دي الطريقة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.